بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة وطلبات الثانوية العامة دارسي مادة الرياضيات، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج مدرسة على الهواء. طبعا في البداية نهنئ الإخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد، أعدوا علينا بالخير والبركات، وكل عام وأنتم بخير. إحنا طبعا هنكمل اللي هو الباب الوحدة الثانية اللي هو في الجبر اللي هو الأعداد المركبة. في الحلقة اللي فاتت طبعا احنا الاسبوع اللي فات ما كانش في حلقة عشان كان بمناسبة عيد رأس السنة، فالنهاردة هنكمل اللي احنا خدناه في الحلقة السابقة اللي هو الاعداد المركبة. كنا في البداية ازاي نضع العدد المركب على الصورة المثلثية، وزي ما قلت الحلقة اللي فاتت ان عشان احط العدد المركب على الصورة المثلثية ده درس مهم جدا 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 في الاعداد المركبة، فناخد بالنا بالطريقة اللي انا عملتها. انا بعالج بطريقتنا مختلفة شوية عن بعض الكتب، وعن سهلتنا شوية عن الكتب الخارجية والحاجات دي، فناخد بالنا وطريقة سهلة جدا بعدت عن المثلثات عشان ربنا يوفقنا ان شاء الله. فانا برضو احنا عارفين ان في بعض الطلبة كانوا عملوا بعض اسئلة ما كناش لسه وصلنا لها، واحنا شغال في سياق الموضوع اللي احنا شغالين فيه هجاوب على هذه الاسئلة. وطبعا نأجل الأسئلة شوية عشان إيه يكون خلصنا، عشان في جزء كبير عاوزين نخلصه في الحلقة دي إن شاء الله. فأنا هبتدي برضو هفكر أبنائنا الطلبة بالجزء اللي احنا خدناه. يقول لك أوجد المقياس والسعة لكل من الأعداد المركبة الآتية عشان الطلبة تشتغل معايا. فالعدد بيقول لك إيه؟ إذا كان عندك عين واحد بيساوي سالب جذر 3 ناقص ت. كده انا قلت في الحلقه اللي فاتت ايه؟ بعمل خطوات، عمليه سهله جدا، بجيب س يبقى سالب جذر 3، دي طبعا عارفين انها صوره جبريه. بجيب ص بسالب 1، س سالبه وص سالبه، يبقى العدد المركب يقع في الربع الثالث. كنت انا قلت الحلقه اللي فاتت طالما العدد المركب يقع في الربع الثالث، قلنا لو بيقع في الربع الاول يبقى الساعه بتاعته ظا ناقص 1 ص على س في الربع الاول. في الربع الثاني 180 زائد ظا ناقص 1 ص على س. طب ازاي بعرفها في الربع الثاني؟ بتبقى س سالبه وص موجبه. في الربع الثالث بيبقى سالب 180 ظا ناقص 1 ص على س. في الربع الرابع بيبقى ظا ناقص 1 ص على س. وامتى بتقع في الربع الرابع؟ لو س موجبه وص سالبه. فهنا س سالبه وص سالبه يبقى بتقع في الربع الثالث. اقدر اجيب لام اللي هو المقياس، الجذر التربيعي لس تربيع زائد ص تربيع. يبقى الجذر التربيع ل 3 زائد 1 يطلع ب 2، يبقى ده المقياس. طب الساعه؟ قلنا الساعه بتقع في الربع الثالث، يبقى سيتا بتساوي سالب 180 زائد ظ ناقص 1 ص على س. عمليه سهله اهي، هيبقى سالب 180 ظ زائد ظ ناقص 1 ص، عندنا بسالب 1 على سالب جذر 3. طبعا دي 1 على جذر 3 ازاي؟ طبعا بالاله تجيبها على طول هتطلع، هيبقى سالب 180 زائد 30 يبقى سالب 150. يبقى دي الساعه بتاعتي. وانا قلت لما بتجيب الساعة دي بالتقدير الستين ممكن احولها لتقدير دائري، بقول له كده 150 على 180 في باي، صفر مع صفر على التلاتة فيها الخمسة على التلاتة فيها الستة، يبقى الساعة بتاعتي بالتقدير الدائري 5 باي على 6. يبقى المقياس عندي باتنين والساعة عندي بسالب 5 باي على 6 او سالب 150. لو انا عاوز احط المركب على العدد المركب على الصوره المثلثيه اقول له عين بتساوي المقياس اللي هو 2 جتا سالب 150 زائد ت جا سالب 150. عمليه سهله جدا وما فيهاش حاجه. عاوز اكتبها عاوز اكتبها تاني بالتقدير الدائري اقول له جتا سالب 5 باي على 6 زائد 6 جا سالب 5 باي على 6. دي الصورة الايه؟ المثلثية.
عمليه سهله جدا مفيش حاجه. عاوز تحول من صوره مسلسل لصوره جبريه تاني عادي، هات جدها سالب 150 يطلع في الاخر سالب جذر 3 ناقص 1. طيب برضو من الحاجات اللي احنا قلناها الحلقه اللي فاتت، لو انا عندي عين بيساوي سالب 6 ج، ناخد بالنا ابنائنا الطلبه في المثال ده، ت جتها 60. اسال هل ده على صوره مثلثيه؟ لو طالب واخد باله يقول لك لا ده فيها مشاكل كتير. اولا الصوره المثلثيه يبقى عدد حقيقي موجب في جتها زاويه زائد ت ج نفس الزاويه، هذه الزاويه بيسموها السعه. طب الكلام ده مش موجود. اول حاجه في مشكله عندنا الجا، يبقى لازم احول الجا لجتا. طب اجي اقول له كده ادي خد بالك ابنائنا الطلبه، اشيل جا واحط مكانها جتا يبقى 90 ناقص 60. ليه انا عملت كده؟ احنا عارفين ال 90 بتغير النسبه، الجا تحولها لجتا. يبقى الكلام اللي انا كتبته ده هو ده نفس اللي فوق، يعني لو انا جبت اديتك جتا 90 ناقص 60 تقول لي عباره عن جا 60 عشان بتقع في الربع الاول، والجتا موجبه يبقى جا 60 ناقص ت برضه هتبقى جا 90 ناقص 60. فانا بقولها ايه؟ اذا كنت هتغير النسب، يعني ايه هنغير النسب؟ يعني حول الجا لجتا والجتا لجا، اروح طارح الزاويه اللي عندي من 90 مهما كانت قيمتها، مهما كانت قيمتها، هتساوي سالب 6 جتا 30 ناقص ت جا 30. غيرنا اول مشكله، حولنا الجا لجتا والجا لجا اهو. مشكله تانية، في سالب هنا يبقى ده كنت بقول عليه ايه؟ معكوس جمعي. كنت انا قلت في المعكوس الجمعي اذا كان عندي زاويه ساعتها سيتا، يبقى سيتا يبقى المعكوس الجمعي او سعه العدد معكوس الجمعي يبقى سالب 180 زائد سيتا. تاني لو العدد المركب سعته سيتا يبقى سعة معكوس الجمع سالب 180 زائد سيتا، اللي احنا اتفقنا ان سيتا محصورة بين سالب باي وباي. تمام كده؟ يبقى هقول له معكوس جمع اشيل السالب ده يبقى 6، شوف انا ماشي ازاي؟ هقول له جتا سالب 180 زائد 30 ناقص ت جا سالب 180 زائد 30 هيبقى 6 جتا سالب 150 ناقص ت جا سالب 150. ما خلصتش، في ناقص هنا يبقى مرافق. كنت انا قلت في الحاله اللي فاتت لو انا عندي عدد مركب سعه سيتا يبقى سعه مرافقه سالب سيتا، يبقى عندنا هنا يبقى المرافق يبقى 6 هتبقى جتا 150 بقى زائد ت جا 150. يبقى انا حطيت العدد المركب على الصوره المثلثيه، ويبقى المقياس بتاعي 6 والسعه بتاعتي 150. شوف عمليه سهله. يبقى تاني مثال مهم جدا ما يدخلنيش في متاهات المثلثات، لو انا هغير اطرح زاويه عندي من 90 بقت جتا ايه؟ جتا وجا. لو معكوس جمعي اعمل الزاويه اللي عندي اضيفها على سالب 180 آية. مرافق، المرافق بغير اشاره الزاويه، سالب 150 يبقى 150، لو سالب 30 يبقى 30، لو 30 يبقى سالب 30، ويبقى عندي المقياس ب6 والسعه ب5. تاني مثال تاني اهو، عندنا عين بتساوي 2 جا 240 ت جتا 240. تعالى معايا بالطريقه بتاعتنا، دي جا ودي جتا، يبقى هنغير، يبقى 2 اهو عشان نحول الجا لجتا هيبقى جتا قلنا 90 ناقص مهما كانت قيمه الزاويه ناقص ت جا 90 ناقص 240 اهو، يبقى 2 هتبقى جتا 90 ناقص 240 يبقى سالب 150.
ناقص ت ج سالب 150. ماشي بالترتيب. يبقى غيرت، وانا اتفقت التغير نطرح الزاويه اللي عندي من 90 مهما كانت قيمتها. انا تعمدت، اللي فاتت كانت 60 انما دي 240. مالكش دعوه ب 270 دي خالص. يقول لك ما 270 بتغير لوخ من سنه اولى سنه، ولا بعد كده ده مرافق. مرافق ليه؟ عشان الاشاره السالبه دي هتبقى 2. المرافق نغير الزاويه الاشاره يبقى 150 زائد ت ج 150. عمليه سهله جدا. ويبقى المقياس بتاعي بيساوي 2، والسعه بتاعتي 150. عاوزها بالتقدير الدائري، اقسم على 180 واضرب في باي، هتطلع 5 باي على 6. فكرتك باللي احنا عملناه الحلقه اللي فاتت. نختمها بقى بسؤال تاني برضه اهوت، نجيب برضه فاكر عشان نثبت المعلومه اللي انا عاوزها. اهو عين بتساوي سالب 1 على جذر 2. دي مساله على فكره في كتاب المدرسه. جا 45 ناقص ت جتا 45. ها نشوف ربنا الطلبه خدوا ولا بقى مع بعض ولا لا. اول حاجه ايه؟ نغير. لو في تغيير افرض ما فيش تغيير خلاص. بعد كده معكوس جمعي وبعدين مرافق بالترتيب كده. ده جه يبقى لازم نغير. ها نغير نعمل ايه؟ نطرح الزاويه اللي عندي من كام؟ من 90. اهو سالب 1 على جذر 2 جتا 90 ناقص 45 ناقص ت جا 90 ناقص 45. سالب 1 على جذر 2 هتبقى جتا 90 ناقص 45 هيبقى ب 45 ناقص ت جا 45. غير فاضل ايه؟ مشكله معكوس جمعي. السالب اللي بره ده معكوس جمعي. قلنا المعكوس الجمعي نقول ايه؟ سالب 180 زائد الزاويه اللي عندي. اهو واحد، يبقى ده معكوس جمعي، يبقى خلاص اشيل الاشاره. اهو تبقى جتا سالب 180 زائد 45 ناقص ت ج سالب 180 زائد 45. واحد على جذر 2 جتا سالب 135 ناقص ت ج سالب 135. ماشي الامور. فاضل مشكله الناقص اللي ديت، يبقى مرافق. وانا قلت مرافق بغير اشاره الزاويه، تبقى جتا 535 زائد ت ج 135. ويبقى المقياس بتاعي بواحد على جذر 2 اهو. واحد على جذر 2 والساعه بتاعتي 135 اللي هي تعتبر 3 باي على 4. تمام. اظن ما بقاش في مشكله. اديكوا اول واحده صوره جبريه، حاولت صوره مثلثيه. بعد كده باجي لو صوره جبريه بقدر اجيب س، بجيب ص، بجيب لام. عمليه سهله اهو، بشوف ازاي بتقع في ربع. لو في الربع الاول يبقى الساعة بتاعتي ظا ناقص 1 ص على س، في الربع الثاني 180 زائد ظا ناقص 1 ص على س، في الربع الثالث سالب 180 زائد ظا ناقص 1 ص على س. وانا قلت لك امتى بتقع في الربع الثالث؟ لو س سالبة وص سالبة. في الربع الرابع يبقى سالب سيتا. تمام؟ برضه ملاحظة من عندنا عشان هتحل لنا كام مسألة في كتاب المدرسة. الملاحظة بتقول ايه؟ عندنا اهو بيقول لك إذا كان عندنا، إذا كان عين بيساوي س زائد ت ص، عين بيساوي س زائد ت ص، طبعا يبقى مرافق عين س ناقص ت ص. حاجة مهمة جدا، لو ضربت عين في مرافقه يطلع مربع مقياسه أهو، هيبقى عين في مرافق عين هيبقى س زائد ت ص.
في س ناقص ت ص. انا قلت قبل كده اي عددين مركبين مترافقين حاصل ضربهم مربع الجزء الحقيقي زائد مربع الجزء التخيلي. الله، ما س تربيع زائد ص تربيع يعتبر مربع المقياس، يبقى معنى كده ان عين في مرافق عين مقياس عين الكل تربيع، عشان احنا عارفين مقياس عين اللي هو لام الجذر التربيعي لس تربيع زائد ص تربيع. انا قلت كده ليه؟ في كتاب المدرسه عندنا مساله بتقول ايه؟ اهو اذا كان مقياس عين بيساوي 10، يبقى حسب ملاحظتي بقى عين في مقياس عين في مرافق عين، ها، يبقى مربع الايه مقياس عين. عندنا اهو عين في مرافق عين يبقى مربع مقياس عين، يبقى عباره عن 10 تربيع يبقى بمية على طول من الملاحظة اللي انا قلتها. طب تعالى التانية ديت، انا عندي قال لك عين بتساوي واحد على مقياس عين على واحد على مرافق عين، يبقى بالتالي عين في مرافق عين يساوي واحد. هو عاوز يجيب مقياس عين. الله، طب ما انا عندي عين في مرافق عين يساوي مربع المقياس، يعني يبقى مقياس عين تربيع، يبقى مقياس عين تربيع بيساوي واحد، يبقى مقياس عين بواحد. ايه رايكم من الملاحظة اللي انا عملتها؟ هتحللك حاجات كتير جدا. ليه بقى؟ كان في محمد من بني سويف في الحلقه اللي فاتت كان سالني اهو، ده محمد من بني سويف. يبقى اي حد سالني انا باخد الاسئله وبعدين بجاوبها الحلقه الثانيه. ليه؟ عشان يكون هي في سياق الموضوع اللي احنا شغالينه، عشان بتبقى ساعات اسئله ساعات اسئله بتبقى لسه ما قلناهاش. فارجو من ابناء الطبله اتبعنا كويس جدا، هنبص تاني. انا ان شاء الله بحاول ما بسيبش اي حاجه في الدرس اللي انا بدرسه، لا سهل ولا صعب. انا دائما حتى بتدرج في الاسئله بتاعتي. السؤال كان بيقول ايه؟ اذا كان عين واحد وعين اتنين وعين تلاته تلات اعداد مركبه، بحيث مقياس عين واحد بيساوي مقياس عين اتنين بيساوي مقياس عين تلاته بيساوي مقياس واحد على عين واحد زائد واحد على عين اتنين زائد واحد على عين تلاته بيساوي واحد، وكان مقياس عين واحد زائد عين اتنين زائد عين تلاته بيساوي الف، فان الف عاوز الاختيارات دي. في حاجه قبل ما نبتدي حل المساله كنت انا قلتها، لو قلت عين واحد زائد عين اتنين مرافق عين واحد زائد مرافق عين اتنين هو نفسه، لو انا جبت عين واحد زائد عين اتنين مرافق تاني، يعني انا لو جبت عند عدد مركب عين واحد جبت مرافقه وعدد تاني عين اتنين جبت مرافقه وجمعتهم، هو نفسه لو جمعتهم وجبت المرافق بتاعهم. ولازم تعرف مرافق المرافق مرافق مرافق عين هو يطلع عين نفسه، مرافق مرافق عين يطلع عين. اتفقنا على كده؟ تعال نحل بقى المسألة بتاعتنا. انا عندي الراجل بيقول لك ايه، عاوز يجيب حتى قدامنا يا اخي عشان تبقى ماشيه معانا، عاوز يجيب الف، هل اختار من الاختيارات دي؟ طب نرجع للملاحظه اللي انا قلتها، انا عندي عين واحد في مرافق عين واحد بيساوي مربع معيار عين مربع المقياس. الله، ما مقياس عين واحد بواحد يبقى يطلع بواحد، وبالتالي اقدر استنتج ان عين مرافق عين واحد بيساوي واحد على عين واحد. ايه رايكم؟ ما هو عين واحد في مرافق عين واحد بيساوي واحد، يبقى مرافق عين واحد بيساوي واحد على عين. بالمثل بقى، بالمثل، يبقى مرافق عين اتنين بواحد على عين اتنين ومرافق عين تلاته بواحد على عين تلاته. تعالى في اهو، يبقى بالتالي مقياس واحد على عين واحد زائد واحد على عين اتنين زائد واحد على عين تلاته بيساوي واحد، هو مديك في المقطع. طب ما واحد على عين واحد يعتبر مرافق عين واحد،
اهو يبقى مقياس مرافق عن واحد، واحد على عن اتنين اهو مرافق عن اتنين زائد مرافق عن تلاتة. ايه الكلام ده بواحد؟ كويس. نيجي بقى الملاحظة، مرافق عن واحد زائد مرافق عن اتنين زائد مرافق عن تلاتة هو نفسه عن واحد زائد عن اتنين زائد عن تلاتة مرافق، يبقى عامل كده اهو. زائد عن اتنين زائد عن تلاتة مرافق. مرافق المرافق يديك العدد تاني، يبقى اقدر اقول له ان عين واحد زائد عين اتنين زائد عين تلاتة الكلام ده بواحد. طب هو بيقول لك بقى ايه؟ وكان مقياس عين واحد زائد عين اتنين بيساوي الف. الله، طب ما انا استنتجت ان مقياس عين واحد زائد عين اتنين زائد عين بيساوي واحد، يبقى الكلام ده بيساوي ايه؟ الف. يبقى الف بيساوي واحد، يبقى الاختيار بتاعي الاختيار الف اهو، الاختيار الاولاني. عملية سهلة جدا، بس تاخد بالك من الملاحظة اللي أنا قلتها تاني بسرعة اهوت، إن أي عدد مركب في مرافقه يطلع مربع مقياسه. دي القاعدة اللي بمشي عليها. فأنا عندي عين واحد في عين اتنين، قال لك المعيار بتاع عين واحد بواحد، يبقى عين واحد في مرافق عين اتنين عين واحد بيساوي واحد، يبقى بالتالي أقدر أستنتج إن مرافق عين واحد بيساوي واحد على عين واحد. في المثل الباقي هيطلع الجواب بتاعك سهل جدا. ده كان سؤال محمد من بني سويف. طيب اتفقنا دلوقتي انا عرفت ازاي احط العدد المركب على الصورة المثلثية. يبقى انا عندي كم صورة للعدد المركب؟ صورة جبرية من عندنا لما بمثله على شكل ارجن اسمه صورة متجهة او صورة اتجاهية. لما بقول متجه واو الف بسين واء سين وصاد، يبقى ده عدد مركب مماثل بالمتجه واو الف. وبعدين خدنا صوره مثلثيه. اتفقنا على كده؟ طيب. في صوره ثانيه من الصور اسمها الصوره الاسيه للعدد المركب، او ساعات يسموها صوره ايلور. اهو. استنتاجها الاتي. في واحد عالم اسمه تايلور عرف تعريف لدالة الجيب ودالة الجيب التمام على صورة مسلسلات لا نهائية. فبيقول لك ان جتا سيتا تساوي واحد ناقص سيتا تربيع على مضروب اتنين زائد سيتا اس اربعة على مضروب اربعة زائد سيتا اس ستة على مضروب ستة. وعرف الجا جا سيتا سيتا على مضروب واحد ناقص سيتا تكعيب على مضروب تلاتة زائد سيتا اس خمسة على مضروب خمسة زائد نقط. طب احنا خدنا فاكرين العدد النيبيري اللي هو ايه؟ فانا عندي ايه؟ اس سيتا اصلا بيساوي واحد زائد سيتا على مضروب واحد زائد سيتا تربيع على مضروب اتنين زائد سيتا تكعيب على مضروب تلاته زائد سيتا اس اربعه على مضروب اربعه. طب لو انا قلت ايه اس ت سيتا بنفس الطريقه على نفس النمط واحد، يبقى ت سيتا على مضروب واحد، ت تربيع سيتا تربيع على مضروب اتنين، ت تكعيب سيتا تكعيب على مضروب تلاته، ت اس اربعه سيتا على مضروب اربعه، تي اس 5 سيتا، تي اس 5 سيتا اس 5 على مضروب 5. هنبص تلاقي في اجزاء حقيقيه هتظهر واجزاء تخيليه. الواحد ده جزء حقيقي. تي تربيع بكام؟ بسالب 1 بقى جزء تخيلي جزء حقيقي اهو، هيبقى سالب سيتا تربيع اهو، يبقى خدنا ده وخدنا ده، ده اجزاء حقيقيه وخدنا ده اجزاء حقيقيه اهو. الاجزاء التخيليه اللي هي تي سيتا خدت تي بره يبقى سيتا على مضروب 1، تي تكعيب سيتا تكعيب، تي تكعيب بسالب ت اهي خدت الت بره يبقى سالب سيتا تكعيب على 3 زائد سيتا اس 5 على مضروب 5. طب ما هي ديت جا جتا اهي ودي جا، يبقى هي ت اس سيتا اهي ت اس سيتا بيساوي جتا سيتا زائد تي جا سيتا. بالتالي بقى لو انا عندي عدد مركب اهو عين بيساوي لام جتا سيتا زائد ت جا سيتا بيساوي لام ه اس سيتا ت. من الاستنتاج اللي انا عملته شلت جتا سيتا زائد ت جا سيتا عملتها ه اس سيتا ت،
دي بيسموها بقى صورة أسية للعدد المركب أو صورة أويلر. أويلر أهو، يبقى إما صورة أسية أو صورة أويلر. عبارة عن إيه برضو؟ عدد حقيقي موجب ه أس سيتا اللي هي السعة في ت، وهي ده اللي هو العدد النيبيري. بس في شرط، بشرط أن سيتا تبقى بالتقدير الدائري، بالتقدير الدائري. تمام كده؟ يعني مثلا راح مديك اهو عين بتساوي 2 جتا 30 زائد تي جتا 30، دي صورة مثلثية اهو، عدد حقيقي موجب مضروب في جتا زاوية زائد تي جتا نفس الزاوية. عاوز احطها على الصورة الأسية أو صورة أويلر. قبل ما أعمل الكلام ده لازم أحط دي بالتقدير الدائري، فأنا عندي 30 أهو. لذلك أنا كنت معولك في المسائل اللي فاتت بعد ما كنت بتعملها بالتقدير الستيني، قلت عود نفسك أعملها بالتقدير الدائري عشان الكلام ده. يبقى على 180 باي، يبقى باي على 6، يبقى 2 جتا باي على 6 زائد ت جا باي على 6، يبقى 2 ه أس باي على 6 ت، يبقى دي الصورة الأسية. يبقى شرط الساعة تبقى بالتقدير الايه؟ الدائري. يبقى انا خدت كام صورة دلوقتي؟ معايا كده بالترتيب. صورة جبرية، عدد حقيقي زائد ت في جزء حقيقي، س زائد ت ص. صورة متجهة اللي هي النقطة اللي بنقول عليها س وص. وبعدين صورة مثلثية وصورة أسية. تمام؟ جت في 2018 السؤال ده، السنة اللي فاتت في الدور الأول أهو. اللي هو بقى ايه؟ عاوز يقول ايه؟ يعني مثلا عندك اهو، لو عندك عدد مركب بيساوي 5 ه اس باي على 6 على 3 ت، عاوز اجيب الصوره المثلثيه والجبريه. او 6، خليها 6 كده، هيساوي 6. ده صوره اويلر او صوره مثلثيه، يبقى 6 جتا باي على 3 زائد ت جا باي على 3، بقت مثلثية. يعني 6 جتا 60 زائد ت. واحد يقول انت جبتها ازاي 60؟ شلت الباي وحطيت مكانها 180، 180 على 60 على 3 فيها 60، دي صورة ايه؟ مثلثية. عاوز اجيب الصورة الجبرية، يبقى دي نص زائد ت في جذر 3 على 2، يعني يبقى 3 زائد 3 جذر 3 ت. صورة أويلر أسية، صورة مثلثية، صورة جبرية. يبقى لو عندي أي صورة بالتلاتة أقدر أجيب الإيه؟ الصورة الصورتين التانيين. فجه في 2018 جه قال لهم إيه؟ عندنا هي أس سيتا ت زائد هي أس سالب سيتا بيساوي، هل بيساوي هي أس 2 سيتا ت ولا 2 جتا سيتا ولا 2 جا سيتا ولا إيه؟ تعالى ما احنا بقينا فاهمين. طب انا عندي ه اس سيتا ت، لو انا جيت فكتها هتبقى جتا سيتا زائد ت جا سيتا على طول زي ما انا عملت هنا اهو. اهو 6 جتا باي على اهو ده الساعه، يبقى جتا باي على 3 زائد ت جا باي على 3 نفس الكلام اهو. طب ه اس سالب سيتا ت هيبقى جتا سالب سيتا زائد ت جا سالب سيتا، يبقى هي اس سيتا ت زائد هي اس سالب سيتا ت، اجمعهم كده بقى هيبقى جتا سيتا زائد ت جا سيتا زائد جتا سالب سيتا زائد ت جا سالب سيتا. عاوز اجمع بقى الكلام ده، دي جتا سيتا. تعال احنا عارفين من مسلسلات اولى ثانوي جتا الزاويه السالبه هي جتا الزاويه الموجبه، حتى كان بيقول لكم كده بعض المدرسين، جتا بتاكل الاشاره اهو،
يبقى جتا سيتا. انما الجا والجتا، الجا والظا نطلع سالب بره، يبقى سالب ت جا سيتا. ت جتا سيتا مع سالب ت جتا، جتا سيتا وجتا سيتا يبقى 2 جتا سيتا. يبقى الاختيار ب ده بتاع العامل الماضي. يبقى عاوز طالب برضه فاهم ازاي احول من صوره لصوره. تمام كده؟ طيب مسألة تاني. بيقول لك اوجد المقياس والسعه للعدد المركب عين بتساوي ت ناقص جذر 3 على 1 ناقص جذر 3 ت، واكتب العدد المركب على الصوره المثلثيه وكذلك على الصوره الاسيه. طيب احنا عاوزين نجيب العدد المركب اللي عندي ده. كويس. احنا كنت قلت انا في المراجعه، ما ده من الصف الايه؟ الاول الثانوي. احنا متفقين ما فيش عدد ت في المقام. يعني عاوز احط الاول على صوره جزء حقيقي زي جزء تخيلي، فبروح ضارب في مرافق المقام. جذر 3 ت 1 زائد جذر 3 ت هيساوي ده في مرافقه مربع الجزء الحقيقي زائد مربع الجزء التخيلي على طول مترافقين. طب اضرب دول في بعض هيبقى ت، اضرب ت هنا يبقى جذر 3 ت تربيع ناقص جذر 3 ناقص 3 ت. عندنا هنا هيبقى جذر 3 يبقى ب3 ب3 ت. تمام كده؟ تمام. طيب يلا نجمع مع بعض كده. هيبقى عندنا نجمع الاجزاء الحقيقيه، ده ت تربيع هيبقى بسالب ت، وانا عندي سالب ت يبقى سالب 2 ت اهو. ده بسالب ت، ده بسالب 1 يبقى سالب جذر 3، وسالب جذر 3 بسالب سالب هيبقى سالب 2 جذر 3 اهو. تاني ت تربيع بسالب 1 يبقى سالب جذر 3 وسالب جذر يبقى سالب 2 جذر 3. وبعدين عندنا ت وسالب 3 ت يبقى سالب 2 ت على 4. اصبح هنا عندي بقى بيساوي ايه؟ عاوز احط على صوره جزء حقيقي جزء تخيلي، يبقى سالب جذر 3 على 2 ناقص نص ت. بقى العدد مركب كده. عاوزين نجيب المقاس والسعه. يلا بقى دي صوره جبريه اهو بالطريقه بتاعتنا اللي انا قلت لكم ناخد بالنا منها، خطوات محفوظه اهو. جذر 3 ناقص نص ت، ها هجيب س، هجيب ص، يبقى العدد المركب يقع في الربع الثالث، ويبقى لام الجذر التربيع س تربيع زائد ص تربيع يبقى 3 على 4 زائد ربع يطلع بواحد، يبقى المقياس بواحد. طب هات السعه سيتا في الربع الثالث يبقى سالب 180 زائد ظ ناقص 1 ص على س، ظ ناقص 1 يعني الزاويه التي ظلها سالب نص على سالب جذر 3 على 2 هتطلع بسالب 150. وفي الحاله دي تبقى السعه بتاعتي اللي هي سيتا هتساوي سالب 150. عاوزها بالتقدير الدائري قلناها قبل كده 5 باي على 6. يبقى انت جبت المقياس والسعه. طب عاوز احط الكلام ده على الصوره المثلثيه، ماشي. يبقى عين المقياس بواحد يبقى جتا سالب 150 زائد ت جا سالب 150 او جتا سالب 5 باي على 6 زائد ت جا سالب 5 باي على 6. طب هو عاوزها كمان بالصوره
القسية عادي، ه عين بتساوي ه أس سالب 5 باي على 6 ت. الدرس بقى سهل جدا، وما بقاش فيه ايه عندنا اي مشكلة. تمام. طيب نيجي بعد كده برضه اهو تاني اهو، اشوف تاني عشان نثبت المعلومة. اوجد الصورة الجبرية لعدد المركب ده، ادي عين اتنين باي على 3 ت، ده صورة أسية، حوالي صورة مثلثية، يبقى جتا 2 باي على 3 زائد ت جا 2 باي على 3. تمام. 4 جتا 2 باي على 3، باي على 3 ب 60، في 2 ب 120 زائد ت جا 120. 4 جتا 120 بتقع في الربع الثاني، الجتا سالبة يبقى سالب نص زائد جذر 3 على 2 ت، يبقى الصورة الجبرية بتاعت سالب 2 زائد 2 جذر 3 ت. تمام. أظن العملية بقت سهلة جدا. طيب انتوا ليه تعبين انتوا تحط العدد المركب بالصورة المثلثية والأويلر وكده؟ تتابعونا ليه؟ ده بيتحللي مشاكل كتير جدا. افرض عندك عدة أعداد مركبة مضروبة ببعضها، عددين أو عددين مركبين مقسومين على بعض، أو عدد مركب مرفوع لأس، فلما بحطه على الصورة المثلثية بفك المشكلة دي. فالجزء الثاني في الأعداد المركبة أهو، اللي هو حاصل ضرب وخارج قسمة عددين مركبين، ونعممها بعد كده، مش شرط عددين، افرض عندنا عدة أعداد. فبيقول لك إيه؟ إذا كان عندك عين واحد بيساوي لام واحد جتا سيتا واحد زائد ت جا سيتا واحد، دي على الصورة المثلثية ودي الصورة الأسية، وعندك عدد مركب تاني مقياسه لام اتنين جتا سيتا اتنين زائد ت جا سيتا اتنين بتساوي لام اتنين ه أس سيتا 2 في ت. حاجة ظريفة جدا. بيقول لك لو ضربت عين واحد في عين اتنين بشرط إن العدد المركب بالصورة الأسية أو المثلثية، وإحنا عادة بنشتغل بالصورة المثلثية. حاجة ظريفة جدا. بروح ضارب المقياس في المقياس، مقياس العدد الأول في مقياس العدد التاني، وأروح جامع الساعات، أشوف جتا سيتا واحد زائد سيتا 2 زائد ت جا سيتا 1 زائد سيتا 2. لو عاوز اعملها بصورة أسية يبقى لام 1 لام 2 هي أس سيتا 1 زائد سيتا 2 في ت، بشرط إن العدد مركب بالصورة المثلثية. طبعا لا برهان إن أنت لو ضربت الأعدادين دول في بعض هيطلع لك على صورة جتا جتا ناقص جا جا، فجتا العدد الجزء الحقيقي جتا جتا زائد جا جا يديك جتا مجموع الزاويتين أهو. الجزء التخيلي هيطلع على صورة جا جتا جتا جا زائد جتا جا، هيطلع جا سيتا زائد لما تفكها ببعضها. يعني لو ضربت لام واحد في لام اتنين هيطلع لام واحد في لام اتنين، وهنضرب القوسين دول في بعض هتضرب جتا سيتا واحد في جتا سيتا اتنين هيطلع جتا سيتا واحد في جتا سيتا اتنين. الجزء الجزء ده بده هيطلع تي تربيع على بسالب واحد جا سيتا واحد جا سيتا اتنين، فيطلع لك جتا جتا ناقص جا جا هيطلع جتا مجموع الزاويتين، والتانية بنفس الطريقة. بنلاحظ بقى الآتي، لما بضرب عددين مركبين في بعض يبقى المقياس بتاعهم حاصل ضرب مقياسيهما، يعني مقياس العدد الأول في مقياس العدد التاني، والساعة بتاعتهم ساعة حاصل الضرب ساعة الأول زائد ساعة التاني، يعني مجموع ساعتيهما. تمام. يبقى تاني لو ضربت عدد مركب في عدد مركب بشرط ان لازم يكون على الصوره الايه المثلثيه، واحنا بقينا اساتذه في وضع العدد المركب على الصوره المثلثيه، بضرب المقياس في المقياس واجمع الساعات. طب لو هقسم بنفس الطريقه، بقسم المقياس على المقياس ويبقى جتا
الساعه بتاعه الباص ناقص ساعه المقام اهو، جتها 6 1 ناقص 6 2، يعني بطرح الساعه اللي فوق ناقص الساعه اللي تحت، زي تي جا سيتا 1 ناقص سيتا 2، ويبقى لام 1 على لام 2 في برضه هي اس سيتا 1 ناقص سيتا 2 تي. يبقى في خارج القسمه المقياس خارج قسمه المقياسين، المقياس الاول المقياس البصر على مقياس المقام، في الساعه ساعه البصر على ساعه المقام، يبقى الفرق بين ساعتيهما. تمام، ده بالنسبه لحظه الضرب. طبعا لو عممنا، لو قلنا عين واحد في عين اتنين في عين تلاته برضه اضرب بشرط عين واحد وعين اتنين وعين تلاته على الصوره المثلثيه، اضرب مقياس الاول في مقياس الثاني في مقياس الثالث. طب الساعه اجمع ساعه الاول زائد ساعه الثاني زائد ساعه الثالث، زي ما هنشوف في الايه في الامثله بتاعتنا، ولو خارج القسمه برضه بنفس الايه الطريقه. بيقول لك لو انت واخد بالك بقى من اللي احنا خدناه قبل كده في المسائل قبل كده، مش هتلاقي مشكله. اوجد عين واحد في عين اتنين وعين واحد على عين اتنين بالصوره المثلثيه والاسيه في كل مما ياتي. مديك السؤال الاولاني، مديك عين واحد بيساوي اهو، بيساوي اتنين جتا باي على خمسة، زائد ت جا باي على خمسة، وعين اتنين بيساوي تمانية جتا اتنين باي على خمسة ناقص ت جا اتنين باي على خمسة. عاوز اجيب عين واحد في عين اتنين وعين واحد على عين اتنين. قبل ما اجيب عين واحد في عين اتنين اسال نفس السؤال، هل العدد المركب عصورة مثلثية ولا لا؟ لو مش عصورة مثلثية احطها انت عصورة مثلثية. فعين واحد عبارة عن اتنين جتا زاوية يشكر ده عصورة مثلثية. ممكن اكتب الزاوية دي بالتقدير الستيني، سهل اهو 180 على 5 ب 36 زائد ت جا 36. طب عين 2 بص 8 جتا 2 باي على 5 فكر هل ده على الصورة المثلثية؟ لو واخد واحد باله واخد باله، لا ده مرافق، مرافق. وانا شرحت كده حتى عدته تاني في البدايه، المرافق بنغير السعه. يبقى 8 جتا سالب باي على 2 باي على 5 زائد ت جا سالب 2 باي على 5، يعني 8 جتا 2 باي على 5 بسالب 72 زائد ت جا سالب 72. تمام، يبقى حطيته على الصوره المثلثيه. طب انا عاوز ايه؟ عين واحد في عين اتنين اهو، عين واحد في عين اتنين يبقى 2 جتا 36 زائد ت. طبعا انا حطيتها بالتقدير الستيني عشان يبقى سهل في الجمع يعني، انما عاوز اخليها بتقدير دائري انت حر. 8 جتا سالب 72 زائد ت جا سالب 72. تعال بنضرب المقياس في بعض يبقى 16، واجمع الساعات، ساعة الاولاني 36 ناقص 2، بجمع جمع جبري، زائد ت جا 36 ناقص 72. هيبقى 16 جتا سالب 36 زائد ت جا سالب 36. يبقى دي الصورة المثلثية للعدد
المركب. طب احنا عاوزين نحطها على الصوره الاساسيه، طبعا المقياس يبقى 16 وساعه سالب 36. عشان احطها على الصوره الاساسيه لازم احول دي بالتقدير الدائري. 36 بالتقدير الدائري يعني باي على 5 اهو، هتبقى يبقى 16 جتا سالب باي على 5 زائد ت ج سالب باي على 5. سرعة قصيه يبقى 16 ه اس سالب باي على 5 ت. يبقى ادي الصوره المثلثيه وادي الصوره الاسيه. تمام. واحده كمان بيقول لك عندنا عين واحد 2 جتا 120 ناقص تي جا 120، وعين 2 3 جا 120 زائد تي جتا 120. عين واحد هسأل، ها هسأل وانت تجاوب، خليك معايا. هدي على الصورة المثلثية؟ لو على قصد الصورة المثلثية خليك ناصح، ده مرافق. ما دي جتا مظبوط أو جا مظبوط. طيب المرافق بنعمل إيه؟ بنغير الإشارة. يبقى 2 جتا سالب 120 زائد ت جا سالب 120. تمام. حطينا العدد عين واحد على الصوره الايه؟ احنا نسينا بقى في السؤال اللي فات، طب عاوزين نجيب عين واحد على عين اتنين. في السؤال اللي فات احنا جبنا عين واحد على عين اتنين، طب عاوزين نجيب عين واحد على عين اتنين، نسينا. ونرجع دي تاني. عين واحد احنا قلنا كانت، عين واحد كانت 2 جتا 36 زائد ت جا 36. عين 2 كانت 8 8 جتا سالب 72 زائد ت جا سالب 72. ما السؤال كان صيغه السؤال قال لك ايه؟ عم اديك عين 1 وعين 2، عاوز عين 1 في عين 2 وعين 1 على عين 2. طبعا دي 2 على 8 جتا، المقياس على المقياس 36، الساعة دي ناقص الساعة اللي تحت يبقى زائد 72. تمام كده؟ هيبقى 36 زائد 72. تمام. زائد ت جا 36 زائد 72 يبقى ربع جتا 108 زائد ت جا 108 يبقى ربع جتا، حط دي بالتقدير الدائري اقسم على 180 واضرب في باي هتطلع 3 باي على 5 اهو. 108 على 180 على 180 في باي هيطلع 3 باي على 5 زائد ت جا 3 باي على 5. طب عاوز اجيب الصوره الاساسيه بتاعته، يبقى ربع ه اس 3 على 5 باي ت. تعال نرجع للسؤال بتاعنا التاني برضه نفس الكلام، عاوزين نجيب برضه عين واحد في عين اتنين اهو، وعين واحد على عين اتنين. ادي عين واحد بعد حصر المثلثية عشان كان في مرافق حولتها صورة، ما هو الصورة المثلثية عدد حقيقي موجب في جتا زاوية زائد تجاه نفس الزاوية، الزاوية طبعا بنسميها الساعة. تعال هات عين اتنين بقى، هل دي عصورة مثلثية؟ أنا بسيبك تفكر معايا أهو. دي إيه؟ جا جا لا لازم جتا جا. طب عاوزين نغير، ها؟ نعمل إيه؟ نطرح الزاوية اللي عندي من 90 أهو بالراحة أهو، جتا 90 ناقص 120 زائد ت جا 90
ناقص 120 يبقى جتا سالب 30 زائد ت ج سالب 30. تمام، يبقى انت حطيت العدد ان واحد وان اتنين على الصورة المثلثية. طيب عاوزين احنا نجيب بقى ايه؟ ان واحد في ان اتنين اهو. ان واحد الاتنين جتا سالب 120 زائد ت ج سالب 120 في ان اتنين تلاتة. شفت انا عملتها الاول لازم على الصورة المثلثية عشان اعمل العملية دي. الاتنين في تلاتة بستة، ويطلع لك بقى جتا. اجمع الساعات بقى، يبقى سالب 120 سالب 30 زائد ت ج سالب 120 سالب 30. وبالتالي يبقى ادينا اهو، هيبقى عين واحد في عين اتنين ستة جتا سالب 150 زائد ت ج سالب 150. يبقى دي الصورة المثلثية لان واحد في عين اتنين. حولها بتقدير الدائري، هيبقى جتا سالب 5 باي على 6. عاوز بالصورة الأسية، يبقى 6 اهي أس سالب 5 باي على 6 ت. طب عاوزين نجيب بقى برضو عين واحد على عين اتنين اهو، ادي عين واحد وادي عين اتنين. ادي ان واحد على عين اتنين. ان واحد بالصورة المثلثية جبناه تلاتة جتا سالب 120 طب عين اتنين تلاتة جتا سالب 30 زائد ت ج سالب 30. دي الأولانية 2 المقياس، يبقى 2 على 3 جت الساعة بتاعة البصلة ساعة المقام، يبقى سالب 120 زائد 30. ما دي ناقص دي، فدي بالناقص تطلع بالزائد زائد 30، يبقى 2 على 3 جتا سالب 90 زائد ت جا سالب 90. يلا 2 على 3 90 بالتقدير الدائري، يبقى جتا سالب باي على 2 زائد ت جا سالب باي على 2. يبقى 2 على 3 ه أس سالب باي على 2 ت. دي الصورة الأسية. عملية مثال مهم جدا، لمنا كل اللي فات تاني. جه برضه محمد من الجيزه كان سأل سؤال اهو، سؤال كان له سؤال تاني. محمد من الجيزه بيقول لك اذا كان ساعه عين واحد، ساعه عين واحد في عين اتنين بيساوي باي على سته، وساعة عين واحد في عين تلاتة بيساوي 2 باي على 9، وساعة عين تلاتة في عين 2 في عين تلاتة بخمسة باي على 18. فإن ساعة عين واحد في عين 2 في عين تلاتة بتساوي هل باي على 3 ولا باي على 4 ولا باي على 5 ولا باي على 6؟ خلاص احنا بلا أساس. ساعة عين واحد في عين 2، ساعة عين واحد في عين 2 يبقى ساعة عين واحد في عين 2 يبقى ساعة عين واحد زائد ساعة عين 2. فإذا جيت فرضت إن ساعة عين واحد بسيتا، يبقى سيتا واحد زائد سيتا 2 بتساوي باي على 6. ما هو ساعة حاصل ضرب عددين، يبقى ساعة الأول زائد ساعة الثاني. طب ساعة عين واحد في عين 3 يبقى يديك ساعة عين واحد زائد ساعة عين 3 هسميها سيتا 3.
ساعة عين اتنين في عين تلاتة، يبقى سيتا اتنين زائد سيتا تلاتة. طبعا هو عاوز يجيب ساعة عين واحد في عين اتنين، يعني عاوز يجيب سيتا واحد زائد سيتا اتنين زائد سيتا تلاتة. طب ما تجمع دول بالجمع، سيتا واحد يبقى اتنين سيتا واحد زائد اتنين سيتا اتنين زائد اتنين سيتا تلاتة. اجمع دول كده، باي على ستة زائد اتنين باي على تسعة زائد خمسة باي على تمنتاشر، يبقى هيطلع لك اهو اتنين سيتا واحد زائد اتنين سيتا اتنين اتنين سيتا تلاتة. هجمع طبعا هنا واحد من رقمات 18، هتطلع في الاخر 12 باي على 18. احنا عاوزين سيتا اهو، اقسم على 2 يبقى سيتا 1 زائد سيتا 2 زائد سيتا 3 بتساوي، هقسم على 2 يبقى 6 باي على 18 يعني باي على 3. الله، يبقى معنى كده ان ساعه عين 1 في عين 2 في عين 3 بيساوي باي على 3 اللي هو الاختيار ألف أهو. الاختيار ألف. مسألة برضو ناخد بالنا. كان له برضو سؤال تاني اللي هو محمد من الجيزة بيقول لك، السؤال كان بيقول لك إيه؟ في الجبر برضو، بس كان إيه؟ على التباديل والتوفيق، لا ذات الحدين بتاع التباديل والتوفيق النظري. نحلوله برضو بالمرة. قال لك اتنين مضروب اتنين نون بنساوي نون تربيع زائد تلاتة نون زائد اتنين في مضروب نون الكل تربيع. ارجو ان محمد يكون سامعنا. اتنين مضروب اتنين نون ده مقدار ثلاثي، حلله هيبقى نون زائد اتنين في نون زائد واحد، ده مضروب نون في مضروب نون، دول مع بعض نون زائد اتنين في نون زائد واحد في مضروب نون عبارة عن مضروب نون زائد اتنين في مضروب نون. فهمت الكلام ده؟ يعني ما اقولك كده مضروب ستة عبارة عن ستة مضروب خمسة، يبقى ستة في خمسة مضروب اربعة. طب افرض عندك ده، اجيب ده، نفس الفكرة، ده اتنين على مضروب اتنين نون. ممكن اعملها كده بقى، مضروب اتنين نون على مضروب نون بيساوي مضروب نون زائد اتنين، يعني خلي جبت ده هنا وجبت الاتنين، الاتنين عبارة عن مضروب اتنين. طب ما ده تبديلة اتنين نون لام نون، ما انت لو فكيت ده مضروب العلم على مضروب الفرق، دي نون اهو، دي نون زائد اتنين لام نون اهو، مضروب العلم على مضروب الفرق يطلع اتنين. تبدل تنزل بعض، الدليل زي الدليل، يبقى العلم زي العلم، يبقى نون باتنين. هو عاوز يجيب قيمة نون، عملية سهلة جدا ما فيهاش اي حاجة. زي ما انتم فاكرين بقى، يبقى احنا حلينا مسألة محمد من الجيزة اذا كانت في ذات الحد اللي هي في الاعداد المركبه وفي المضاريب. طبعا هناخد، معلش ناخد فاصل سريع كده ونكمل الحلقه بعد، ورجعنا لكم تاني برضو نكمل موضوع الاعداد المركبه، موضوع شيق جدا لو انت فهمته ما بقاش فيه مشكله. وانا علمت، اشوف انا بعيد وازيد، ان انا بكرر بكذا طريقه، حطيت صوره مثلثيه صوره اسيه وصوره جبريه. فناخد بالنا من اهم الدروس اللي احنا، يعني اهم حاجه في الاعداد المركبه اللي انا بقوله ده. طيب، في سؤال برضو في كتاب المدرسه بيقول ايه؟ مرسوم بيقول لك اذا كان عين واحد وعين اتنين ممثلين على شكل ارجل كما في الشكل. مدين شكل ارجل، مش انا قلت شكل ارجل ان انا ممكن امثل عين مركب بالمتجهات، ما يعتبر ده متجه، يعني لو قلت ده يعتبر المتجه اهو، واو او الف ده اللي يعتبر عين واحد بالمتجه واو الف اهو، وده متجه تاني.
قال لك العالم المركب الاولاني مقياسه بثلاثه، وراح مديك وهنا والعدد الثاني مقياسه باثنين. عشان اجيب ان واحد وان اثنين، ان واحد في ان اثنين لازم احط ان واحد على الصوره المثلثيه. ها ادي ان واحد اهو، المقياس بتاعه كام؟ ما باين قدامه اهو بثلاثه، المقياس بتاعه بثلاثه اهو. طب الساعه، الساعه تعتبر الزاويه دي؟ مش احنا قلنا ساعه العالم المركب يا اما تقع في الربع الاول او الثاني الثالث او الرابع، فبجيب الزاويه اللي بتقع في الاول لازم محصوره بين صفر وباي. فهنبص تلاقي الساعه بتاعتك 75، عشان دي كلها 90 ودي 15 يبقى دي 75، يبقى عين واحد بالصوره المثلثيه بقى جتا 75 زائد ت جا 75، عمليه سهله اهو. طب تعالى عين اتنين، الساعه المقياس بتاعه اتنين، طب الساعه، الساعه ايه؟ في الربع الايه؟ الرابع، تبقى ساعه سالبه، هيبقى سالب 60. شفت انا عملتها ازاي؟ اهو في الرابع اهو، دي 30 يبقى دي 60 كقياس، انما كساعه يبقى سالب 60. هو عايز يجيب بقى عين واحد في عين اتنين، يبقى هضرب 3 في 2 ب 6 واجمع الساعات، جتا 75 ناقص 60 زائد ت جا 75 ناقص 60، جمع جبري يبقى 6 جتا 15 زائد ت جا 15. طب هو عاوز اعملها كمان دي بالصوره المثلثيه، عاوز اجيبها بالصوره الاسيه، ادي ال 15 15 على 180 باي، هتطلع باي على 12 يبقى 6 ه اس باي على 12 ت. طب عاوزين نجيب عين واحد على عين اتنين، عين واحد على عين اتنين اهو، عين واحد اللي هي تلاتة جتا 75 زائد تيجا 75، عين اتنين اللي هو اتنين جتا سالب 60 زائد ت جا سالب 60، يبقى 3 على 2 جتا، الساعة اللي فوق ناقص الساعة اللي تحت يبقى 75 زائد 60 زائد ت جا 75 زائد 60، الناقص يطلع فوق بزائد، هيبقى عندنا 3 على 2 جتا 135 زائد ت جا 135. حط دي على على بالتقدير الدائري، جتا 135 هيبقى 3 على 4 باي. وبالتالي اقدر احطها على الصوره الاسيه على طول، 3 على 2 هي اس 3 باي على 4 دي. عمليه سهله جدا وبقت واضحه. برضه من ضمن الامثله في كتاب المدرسه بيقول لك ده مساله كويسه جدا كان حد سالني فيها، اللي هي بيقول لك ايه؟ اذا كان عين واحد بيساوي جتا 75 زائد ت جا 75، وعين اتنين جتا 15 زائد تيجا 15، اوجد بالصوره المثلثيه العدد عين واحد زائد عين اتنين. طيب يقول لك واحنا خدنا عين واحد زائد عين اتنين، لا يبقى ما ينفعش اطبق الكلام اللي انا بقوله ده، ده شرط عشان اجيب عين واحد في عين اتنين بضرب المقياس في المقياس واجمع الساعات، بشرط يكون على الصوره المثلثيه. انما ده هنا هو عاوز يجيب عين واحد زائد عين اتنين، يعني عاوز يجمع عددين مركبين،
يبقى اجمع الحقيقي مع الحقيقي والتخيلي مع التخيلي. فانا عندي عين واحد جتا 75 زائد تيجا 75. طب ما جتا 75 هي نفسها جا 15 زائد ت جتا 15. واحد يقول لي ما دي مش عنصر مثلثيه، ما انا مش عاوز عنصر مثلثيه، انا عاوز اجيب القيمه الجبريه بتاعتها. طب عين اتنين جتا 15 زائد ت جا 15. طب اجمع عين واحد زائد عين اتنين بقى كده، هجمع الحقيقي مع الحقيقي، يبقى جا 15 زائد جتا 15، يبقى ده الجزء الحقيقي بتاعي، زائد ت جتا 15 زائد جا 15، ده عين واحد زائد عين اتنين. خلاص هو عاوز يجيب ايه بقى؟ الصورة المثلثية بتاعته. يبقى لازم اجيب المقياس والساعة بالطريقة بتاعتنا، اجيب س اجيب صوت ده بتقع في الربع الاول، يبقى سيتا بتاعتي اللي هي اقدر اجيب سيتا، فانا عندي ص سيتا هتساوي ص على س. ص عندنا بجتا 75 جتا 15 زائد جا 15 على جا 15 زائد جتا 15. الله، طب ما دي راحت معايا، يبقى بواحد، يبقى ص سيتا بواحد، يبقى سيتا بكام؟ ب 45، اللي هي باي على كام؟ على 4. يبقى الساعة بتاعتي أهو، يبقى الساعة بتاعتي أهو، أولا قياس سيتا هتساوي 45، يبقى الساعة اللي هي هتساوي باي على 4، يبقى أنت جبت الساعة بتاعتنا. فاضل المقياس لام الجذر التربيع لس تربيع زائد ص تربيع. س تربيع عندي اللي هي جا 15 زائد جتا 15 الجزء الحقيقي زائد الكل تربيع. ص برضه جا 15 زائد جتا 15. طيب هيساوي الجذر التربيع، فك ده، جا تربيع 15 زائد جتا تربيع 15 زائد 2 جا 15 جتا 15. تمام، فك التانية برضو هيبقى جا تربيع 15 زائد جتا تربيع 15 زائد 2 جا 15 جتا 15، ده بواحد. طب 2 جا 15 جتا 15 بجا 30، ده بواحد جا 30، يبقى 2 زائد نص زائد نص، يبقى جذر 3، يبقى المقياس بتاع جذر 3، يبقى المقياس تساوي جذر 3. اذا بقى عين واحد زائد عين اتنين على الصورة المثلثية جذر 3 اللي هو المقياس في جتا 45 زائد تيجا 45. عاوزه بالصورة الأسية هتبقى جذر 3 جتا باي على 4 زائد تيجا باي على 4، جذر 3 ه أس باي على 4 ت. تمام، جه في دماغي ممكن نحلها حل تاني، بس نركز مع بعض كده. دلوقتي احنا قلنا العدد المركب ممثل بمتجه، فانا عندي عين واحد طريقة تانية غير الجبري ده خالص، بس ركز مع بعض كده.
ادي عين واحد بيساوي جتا 75 زائد ت جا 75، صح كده؟ طب ما دي صورة مثلثية، صح كده؟ يعني يبقى المقياس بواحد والساعة بتاعتي ب75. تمثله كده على شكل أرجنت، تعالى. نركز مع بعض. أهو. أدي عين واحد. أرسم متجه واو ألف. أهو. مقياسه بواحد. أهو. ده واحد. والساعة بتاعته دي 75. أهو. ده سين ودي صاد. طيب هات لنا عن اتنين كده. جتا 15 زائد ت جا 15، يبقى العدد عين واحد ممثل بالنقطة اهي الف اهي، اللي هو المتجه ده واو الف اهو، ده عين واحد. عين اتنين برضو لام بتاعته بواحد وسيتا بتاعته ب15 اهو. يبقى دي 15 وده عين اتنين والمقياس بتاعه بواحد. احنا اتفقنا ان واو الف ده متجه وواو ب متجه. انا عاوز اجمع واو واحد عين واحد زائد عين اتنين، يعني عاوز اجمع المتجه واو الف زائد المتجه واو ب مثلا. احنا عارفين جمع متجهين، لما بجمع متجهين مثلا اهو اوضحها لك كده، ادي متجه وادي متجه، يبقى اللي بيقفل المثلث ده الجمع بتاعهم. يعني حتى لو قلنا ده متجه قاف واحد وده متجه قاف اتنين، يبقى ده متجه قاف واحد زائد قاف اتنين. لو انا كملت ده هيطلع متوازي اضلاع. الله، حاجه ظريفه جدا ان مجموع المتجهين يعتبر قطر متوازي الاضلاع. اهو ادي قاف اتنين، ما ده يكافئ ده، ده يكافئ ده، يبقى قاف واحد وقاف اتنين، يبقى المتجه المحصل بتاعهم اللي هو مجموعهم قطر متوازي الاضلاع. نرجع للمساله بتاعتنا. ادي ده يمثل ان واحد وده يمثل، انا عاوزين نجيب ان واحد زائد ان اتنين، يعني مجموع متجهين يديك قطر، بس هيبقى هنا قطر معين. ليه؟ عشان المقياس بيساوي المقياس. اهو قطر معين. حد طبعا بس واحد يكون عالي شويه في التفكير. اهو. يبقى المعين اهو. ده جيم حتى. ويبقى ده يمثل مجموع عين واحد وعين اتنين. اهو. يبقى ده عين واحد زائد عين اتنين. ايه رأيكم؟ اهو. طب فين مقياس الساعة بتاعته؟ الساعة بتاعته اللي هي ده اهي. 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 الساعة اللي هي ده. طب تعالى، مش احنا اتفقنا ده معين؟ دي 15 ودي كلها 75، يبقى الزاويه دي كلها 60. ده ايه؟ 60. قطر المعين مناصف زاويه راس المعين، يبقى دي 30 ودي 30. يبقى سعه عين واحد زائد عين اتنين 15 زائد 30، يبقى 45 اللي انا طلعتها.
ادي ساعة عن واحد زائد عن اتنين. ده انا فاهم ابنائنا الطلبة. انا عن واحد على الصورة المثلثية جتها 75 زائد تيجي 75، يبقى المقياس بتاعه بلام والساعة بتاعته 75. طب عين اتنين جتها 15 زائد تيجي 15، يبقى المقياس بتاعه بلام والساعة بتاعته 15. دول ضلعين متجاورين من المعين، يبقى القطر بتاعه يمثل مجموعهم، مجموع المتجعين عن واحد وعن اتنين اهو، يبقى الساعة بتاعته دي كلها. فقطر المعين بنصف زاوية رأس المعين، فزاوية المعين هنا ب 60، دي 75 ودي 15، يبقى دي 60، يبقى دي 30 ودي 30، يبقى الساعة بتاعته 45، اللي هي تعتبر قلنا باي على 4. فاضل المقياس، أجيب مربع الضلع واو ج تربيع، هيساوي ده تربيع، واحد تربيع زائد ده تربيع، بعد كده زائد اتنين في واحد في واحد في جا جتا 60، اللي هو بتاع قانون مربع الضلع، اللي ألف شرطة تربيع بتساوي ب شرطة تربيع زائد ج شرطة تربيع ناقص اتنين ألف شرطة ب شرطة جتا الزاوية. يبقى ده واحد زائد واحد زائد اتنين في نص، يطلع واحد زائد واحد زائد واحد، يبقى واو ج تربيع بيساوي 3. طب ما ده يبقى مقياس بقى عن واحد زائد عن اتنين جذر 3. يبقى انت عندك الساعه وعندك المقياس، اقدر احط العلم المركب على الصوره المثلثيه. انا بعمل كده ليه؟ في بعض الكتب جايبه مسائل على الكلام ده، مش هتحل غير بالطريقه اللي عملتها دي. يبقى عندنا يبقى عين واحد زائد اتنين هيبقى جذر 3 جتا باي على 4 زائد ت جا باي على 4. الصورة الأسية ه أس باي على 4 ت. إيه رأيكم في الحل ده؟ حل كويس جدا، بس إيه واحد يكون منتبه شوية بالمتجهات. وأنا وضحتها، لما بجمع متجه مع متجه، إما لو ماشيين في اتجاه دوري واحد يبقى إيه اللي بيقفل المثلث في الاتجاه الدوري المضاد، أو لو ضلعين متجاورين يبقى القطر بتاع الخارج من نفس النقطة. ده مسألة كويسة جدا بحلها بحلين. نشوف مسألة تانية برضو، بيقول لك ايه؟ اذا كان عين عدد مركب وكانت ساعة عين زائد تي بتساوي باي على 4، وساعة عين ناقص تي بتساوي 3 باي على 4، اوجد عين. فعند عدد مركب مش عارف، هفرض ان عين س زائد ت ص، عشان اجيب عين لازم اعرف س وص. طب هجيب عين زائد ت، عين عندي ب س زائد ت ص زائد ت، يعني س زائد ص زائد واحد في ت. طب انا عندي سعه عين زائد ت، قال لك بباي على 4. طب انا عندي ظا سيتا، ص اللي هو الجزء التخيلي، اللي هو الجزء التخيلي على الجزء الحقيقي، يعني يبقى ص زائد واحد على س، ده السعه. وانا عندي سيتا بباي على 4، يعني بيساوي ظا باي على 4. تاني فرضت عين زائد ت ص، ادي عين زائد ت ص هيطلع س زائد ص ص زائد واحد في ت. طب عاوز اجيب الساعه، الساعه اللي هي سيتا، فانا عندي ظا سيتا بيساوي ص على س، اللي هو الجزء التخيلي على الجزء الحقيقي اهو، ص زائد واحد على س. طب هو الساعه بتاعته ظا 45، يبقى ظا 45، يبقى معنى كده اذا ص زائد واحد على س بواحد، يبقى ص زائد واحد بيساوي، يبقى انا جبت معادله في ص و س اهي سميتها واحد. ما هو الفكره ايه؟ ان انا عاوز اجيب س وص، انا عاوز اجيب العدد المركب لازم اعرف س وايه وص. اداك معلومه تاني، قال لك سعه عين ناقص 3،
يبقى اجيب عين ناقص 3 بيساوي ايه؟ دلوقتي انا وصلت ان ص زائد 1 بيساوي س. عين ناقص 3 عين ب س زائد ت ص ناقص 3 يعني س ناقص 3 زائد ص ت. يبقى عندنا هجيب ص سيتا بتاعت الايه اللي على المركب ده ص على س ناقص 3. طب الساعه بتاعته 3 باي على 4 يبقى ص 3 باي على 4 يبقى ص على س ناقص 3. ظا 3 باي على 4 اللي ظا 135 يبقى بكام؟ بواحد بسالب واحد يبقى ص سالب س زائد 3. ادي معادله. احل بقى المعادلتين مع بعض. اشيل ص واحط قيمتها من 2 في 1 مثلا يبقى سالب س زائد 3 زائد 1 بيساوي س يبقى بيساوي س يبقى 4 بيساوي 2 س يبقى عندنا س هتساوي 2. هتصل بقى من 2 اهو سالب 2 زائد 3 يبقى ص عندنا بواحد. يبقى عين بقى س اللي هي 2 زائد ت. حلو تمام كده اهو بسرعه تاني اهو عشان ناخد بالنا. انا فرضت على المركب س زائد ت ص اهو. فانا عاوز اجيب ساعة عايزة تقلك بباي على 4 فبقى انا عارف الساعة بيبقى ظا سيتا ص على س اللي هو الجزء الحقيقي على الجزء الايه؟ الجزء التخيلي على الجزء الحقيقي. فعايز زائد ت بيساوي س زائد ت ص زائد ت. جمع ادي الحقيقي وادي التخيلي. فانا عندي ساعة عايزة زائد ت بيساوي باي على 4 يبقى ظا سيتا ص زائد 1 على س بيساوي ظا باي على 4. طلعت معادلة. نفس الكلام اكرره هنا. اهو. عين ناقص 3 هيبقى الجزء الحقيقي س ناقص 3 وص. برضه ظا سيتا بيساوي ص على س ناقص 3 بيساوي عشان الساعه عندي بتاعت عين ناقص 3 ب 3 باي على 4. وحليت المعادلتين مع بعض طلعت س وطلعت ص يبقى انت عرفت العدد المركب. تمام. ماشيين المسائل اهو. برضه دي مساله في كتاب المدرسه مرسومه برضه. بيقول لك اذا كان عين واحد وعين اتنين عددين مركبين ممثلين على مستوى ارجنت كما في الشكل فوجد عين اتنين على عين واحد. فطبعا عندما هقسم عددين مركبين لازم احطهم على الصوره المثلثيه. طب انا عندي عين واحد اهو ادي عين واحد مقياسه باتنين. طب ساعته اللي هي ده اللي هي 90 زائد 10 يعني 100 تبقى جتا 100 زائد تيجا 100 يبقى ده عين واحد. طب هات لي عين اتنين اهو مقياسه 4 ساعته بسالب 20 تقع في ربع الرابع ايه؟ جتا سالب 20 زائد ت جا سالب 20 بدي على الصوره المثلثيه اقدر اجيب عين اتنين على عين واحد. اربعه جتا سالب 20 زائد ت جا سالب 20 على اتنين جتا 100 زائد ت جا 100. اربعه على اتنين باتنين الساعه اللي فوق ناقص الساعه اللي تحت هتبقى عندنا جتا ناقص 20 ناقص 100 يبقى ناقص 120 زائد ت جا ناقص 120 بس. طب هو عاوزها على صورة س زائد ت ص على الصورة الجبرية عادي. جتا 120 سالب 120 جتا 120 يبقى بنص ناقص جا 100 هيبقى اصل جا سالب 120 بسالب جا 120 وجمع 20 بجذر 3 على 2 يبقى سالب جذر 3 على 2 ت يعني هتساوي 1 ناقص جذر 3 ت. دي موجوده في كتاب المدرسه. واحده تانية برضه في كتاب المدرسه اهو بيقول لك برضه مرسومه
اذا كان عن واحد وعينتين عددين مركبين ممثلين على مستوى ارجل كما في الشكل توجد عينتين عن واحد على صوره سي زائد تسعه برضه بنفس الطريقه اللي فاتت. بنلاحظ حاجه بقى، هنا مفيش زوايا، فلو فرضت دي سيتا يبقى العدد عين واحد ساعته سيتا. طب يبقى عين اتنين ها ساعته كام؟ هيبقى دي كلها. هيبقى 90 زائد سيتا. ليه دي سيتا على فكرة؟ بالمتممات دي زائد دي 90 ودي زائد دي 90 يبقى دي بتساوي دي. يبقى عين واحد مقياسه باتنين ساعته سيتا، يبقى جتا سيتا زائد تيجا سيتا. طب عين اتنين مقياسه اربعة ساعته بقى كام؟ 90 زائد سيتا. اي اللي هي دي كلها 90 زائد سيتا، حتى دي 90 ودي سيتا ب 90 زائد سيتا عشان دي زاوية قايمة. زائد ت جا 90 زائد سيتا برضو عاوزين عين اتنين على عين واحد اربعة جتا 90 زائد سيتا زائد ت جا 90 زائد سيتا على جتا سيتا زائد ت جا سيتا. يلا هنطرح الساعة بقى، الساعة اللي فوق ناقص الساعة اللي تحت اهو. اربعة على اتنين باتنين جتا 90 زائد سيتا ناقص سيتا زائد ت جا 90 زائد سيتا ناقص سيتا. اتنين هيبقى جتا 90 سيتا تروح مع سيتا. هشوف الصورة المثلثية عملت لي ايه؟ حلت لي مشكلة الجاي اضرب وازاي اجمع وازاي اقسم. عاوزين على صورة س زائد ت ص جتا 90 بصفر وجتا 90 بواحد يبقى بت يطلع باتنين ت. عملية سهلة جدا ما فيهاش أي حاجة برضه، ده برضه في كتاب المدرسة. مسألة برضه تاني في كتاب المدرسة أهو. الأشكال دي برضه عشان في بعض أبناء الطلبة بتحب إيه تعرفها. في الشكل المقابل اوجد على الصورة الأسية العدد عين واحد على عين اتنين. فأنا عندي عين واحد أهو مقياسه باتنين أهو، الساعة بتاعته دي كلها يبقى 100 جتا 100 مش كده؟ زائد ت جا 100 ده عين واحد. طب عين اتنين المقياس بتاعه اربعه، طب ساعته فين؟ ساعته ديت وفي الربع الرابع الربع الثالث الساعه بتاعته سالبه، هيبقى جتا 170 سالب 170 زائد ت جا سالب 170 اهو، حتى بتدور مع عقرب الساعه يبقى الساعه بتاعتها بالسالب. يبقى انت عاوزين احنا بقى ايه؟ عين واحد على عين اتنين. اتنين جتا 100 زائد ت جا 100 على اربعة جتا سالب 170 زائد ت جا سالب 170. اتنين على اربعة يبقى بنص. مية الساعة اللي فوق ناقص الساعة اللي تحت زائد 270 جا 100 زائد 270 يبقى بيساوي نص
جتا 270 دي 170 زائد ت جا 270. واحد يقول لي طب دي على الصورة المثلثية؟ لا، عشان دي 270 لازم اخليها زاوية بتقع في الربع الرابع بين الرابع والتالت، هيبقى نص ال 270 وناظرها سالب باي على 9 باي على 2 اللي هي 90. يعني ديت اهو، بص اهو دي 90 دي سالب 90 حسب التعريف بتاعنا، الساعة محصورة بين سالب باي لباي، يبقى جتا سالب باي على 2 زائد ت جا سالب باي على 2. طب عاوز الصورة الأسية، نص ايه أس سالب باي على 2 ت. دول كانت عندنا مسائل في كتاب المدرسة. مسألة تانية، بيقول لك نرجع تاني بقى، شوف الأساس يا ابني أبنائنا الطلبة، لازم العدد المركب يبقى على الصورة المثلثية عشان أضرب أعداد مركبة ببعضها أو أقسم أعداد مركبة على بعضها. فبيقول لك مديك عين واحد ب8 جتا 105 زائد ت جا 105، وعين 2 بت ناقص 1، وعين 3 بسالب جذر 3 ناقص ت. اوجد عدد عين، عين واحد على عين 2 في عين 3، يبقى لازم اجيب عين واحد على الصورة المثلثية وعين 2 وعين 3، وطبق القاعدة بتاعتي. لما اجيب الساعة يبقى ساعة اللي فوق ناقص ساعة اللي تحت، فنيجي عين واحد عبارة عن 8 جتا 105 زائد ت جا 105، يشكر على الصورة المثلثية مفيش مشكلة. طب عين 2، يلا بالطريقة بتاعتنا، ده صورة جبرية، أجيب س أجيب ص، يبقى العدد المركب يقع في الربع، الربع الرابع س سالبة وص موجبة، ويبقى لام بتاعتي 1 زائد 1 يطلع بجذر 2، ويبقى سيتا ظا ناقص 1 ص على س، يبقى ظا ناقص 1 1 على سالب 1 هتطلع بسالب 45. دي في الربع الايه دي؟ لا ده في الربع التاني، في الربع التاني اهو سالب واحد اه، يبقى في الربع التاني مش في الرابع، دي في الرابع لو س موجبه وص سالبه، يبقى عندنا عين اتنين تاني اهو، س بسالب واحد وص بتساوي واحد، يبقى في الربع التاني عشان س سالبه وص ايه موجبه، لام واحد زائد واحد يبقى بجذر اتنين، هات سيتا يبقى 180 زائد ظا ناقص 1 ص على س، يبقى 180 زائد ظا ناقص 1 1 على سالب 1 هتطلع ب 135. يبقى عين 2 بقى عباره عن جذر 2 جتا 135 زائد تيجا 135، يبقى انت حطيت عين 2 على الصوره المثلثيه. هات عين 3 بسالب جذر 3 سالب ب س بسالب جذر 3 وص بسالب 1، يبقى في الربع التالت، ويبقى لام 3 زائد 1 يطلع ب 2، ويبقى الساعة بتاعتي اللي هي سيتا سالب 180 زائد ظا ناقص 1 ص على س، يبقى سالب 180 زائد ظا سالب 1 سالب 1 على سالب جذر 3 هتطلع بسالب 150. ويبقى في الحالة دي بقى عين 3 عبارة عن 2 جتا سالب 150 زائد تيجا سالب 150.
طب هو عاوز يجيب عين، بقى لك ايه؟ عين واحد على عين اتنين في عين تلاتة. ما اعرفش اجيب الكلام ده الا اذا حطيت عين واحد وعين اتنين وعين تلاتة على الصورة الايه؟ المثلثية اهو. عين واحد على الصورة المثلثية موجودة جاهزة، كانت اتنين تمانية، جتا 108 105 زائد تيجا 105. طب عين اتنين جبناها على صورة مثلثية اهي، اللي هي جذر اتنين جتا 135 زائد تيجا 135. في عين تلاتة اهي، اتنين جتا سالب 150 زائد ت ج. تعالى بقى نحسب الكلام ده. المقياس 8 على جذر 2 في 2. جتا بقى شوف انا بعملها ازاي، 105 ساعة تعالى لفوق ناقص 135 ناقص يبقى زائد 150 اهو. شفت حسبتها ازاي؟ الساعه اللي فوق بالموجب دي تبقى بالسالب، طب دي بالسالب بقت بالموجب، ما انا هجمعها فوق، زائد ت جا نفس الزاويه. طبعا دي 4 على جذر 2 يعني تطلع 2 جذر 2. جمع دول بقى كده 105 يبقى هنا سالب 30 يبقى 120 زائد ت جا 120. طب عاوز اخلي دي بالتقدير الدائري، هتطلع 2 باي على 3 اهو، 120 على 180 في باي يبقى 2 باي على 3. وبالحاله دي يبقى عين اللي انا عاوزها 2 جذر 2 ه اس 2 باي على 3 ت. ده الصوره الايه؟ الاسيه. طب عاوز اجيب الصوره الجبريه، يبقى دي المثلثيه ودي الاسيه الجبريه بقى اهو. 2 جذر 2 جتا 120 بسالب نص، جا 120 بجذر 3 على 2 يبقى سالب جذر 2 زائد جذر 6 ت. يبقى حطيت العلم المركب على الصوره وجبت عين. يبقى عندنا بقى لو عندك اكتر من عدد مركب مجموعين مضروبين ومقسومين عادي، اللي فوق يتجمع اللي تحت يطلع فوق بشاره ايه؟ سالبه. تمام كده؟ نشوف مساله كمان كده. بيقول لك اذا كان عين واحد 5 جتا 2 سيتا زائد تيجا 2 سيتا، مساله برضو كويسه، حيث سيتا محصوره من باي و3 باي على 2 زي ما خدناها في سنه اولى ثانوي يعني تقع في الربع الثالث، وظا سيتا ب3 على 4. عين واحد موجوده على الصوره المثلثيه جتا 2 سيتا زائد تيجا 2 سيتا يذكر. طب سيتا فين بقى؟ لو انت رسمت مثلث لسيتا هيترسم كده اهو بالظبط في اولى ثانوي خدتوا الكلام ده اهو، ده في الربع الثالث اهو، عشان اقدر اجيب منها جتا سيتا وجتا سيتا. دي 3 ده 4 ده سالب ده سالب ده 5. تمام كده؟ طيب نيجي عين اتنين، يلا احنا بقينا اساتذه. هل دي على صوره مثلثيه؟ لا. ها؟ مفيش تغيير. اول حاجه معكوس جمعي.
وانا في الجامعه مع كل الجامعه بنعمل ايه؟ بطرح بقول سالب 180 زائد سيتا، يبقى عندنا اهو جتا بطرح الزاويه اللي عندي من سالب 180، يبقى سالب 100 زائد سيتا زائد ت ناقص دي ناقص ده معكوس جمع الاول، سالب 180 زائد سيتا مرافق، يبقى 2 جتا، المرافق بغير اشاره يبقى 180 ناقص سيتا زائد ت جا 180 ناقص سيتا. بقى تعصر المثلثيه، عاوز انا اجيب بقى عين واحد في عين اتنين، اهو ادي عين واحد في عين اتنين، خمسه جتها اتنين سيتا زائد ت جا اتنين سيتا في اتنين جتا 180 ناقص سيتا زائد ت جا 180 ناقص سيتا، خمسة في اتنين بعشرة، اجمع بقى الساعات سيتا ومية وتمانين، يبقى يطلع جتا 180 زائد سيتا زائد ت جا 180 زائد سيتا، ده الصورة المثلثية. طب عاوز اجيبها بالصورة الجبرية، تعالى 10 جتا 180 زائد سيتا بتقع في الربع الثالث، الجتا سالبة يبقى سالب جتا سيتا وسالب ت جا سيتا برضه يبقى 10 سالب جتا سيتا بقى بكام؟ بسالب 4 على 5 اهو، ناقص ت جا سيتا بسالب 3 على 5 يبقى 10، 4 تخماس زائد 3 تخماس ت يعني ب 8 زائد 6 ت تقريبا. اخدنا افكار كتير جدا، وبرضه لسه في تكمله برضه، العلم ما خلصتش، هنكمل برضه الاعداد المركبه في الحلقه القادمه ان شاء الله، والى اللقاء في حلقه قادمه ان شاء الله.